كابتن ماهر، الف مبروك للنادي الاهلي. مبروك يا كابتن، مبروك كابتن ايمن، مبروك يا كباتن، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهوره وجهازه ولعبته طبعا على الاداء اللي قدوه في الشوط الثاني يا ايمن، والفرص اللي انت اتكلمت عليها. يمكن كان في 7 فرص في الشوط الاولاني و11 فرصه في الشوط الثاني، منهم هدفين جمال. بنحيي طبعا الشوط الثاني الجهاز الفني على التغييرات الهجوميه المؤثره اللي عملت شكل ايجابي، وال11 هجمه المنظمه ومعظمها يمكن من العمق. شفنا النهارده يمكن ال1 2، شفنا ال1 2 و1 2 3، يعني كان في نماذج من الاختراقات النهارده في الثلث الاخير، وده بيرجع لابداع لعيبه النادي الاهلي في الحاله الهجوميه والتغييرات اللي عملها مستر موسيماني.